ربنا المركز الثالث 95.6، كان المركز الرابع 95.2. 95.6 القارئ من مصر ولا عراق ولا أفغانستان، على 100,000 ريال في المركز الثالث عبد الرازق أشرف صلاح الشهاوي. مبارك عبد الرازق، مبارك عبد الرازق. أما في المركز الأول بإذن الله، إذن سورة القصص الآية 60، وما أوتيتم من شيء. موفق، بارك الله فيك، استعن بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.
تعبدون. وقيل ادعوا شركاء لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا سليم. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ورب ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك ونفع الله بك. اللهم آمين. متعك الله يا رب. ننتظر طبعا لجنة أحكام التجويد في تقييمهم، كيف كان المقطع؟ جميل جدا ما شاء الله، القرآن كله حلو الحمد لله. أصعب من المقطع السابق؟ يعني شوية صراحة. المقطع الأول كان تذكر في أي سورة؟ كان سورة الأنعام آية 55 من أول بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ما شاء الله ما شاء الله. والآن في سورة القصص. الآن في القصص نعم الحمد لله. الحمد لله. نحن ننتظر لجنة الأداء الصوتي، أرجوكم. طبعا هو سبب تأخرهم لدقائق صوتي صحيح الدقة. الملح والحليات وأنا ممكن أكون معاهم. يلا تفضل. شيخ عبد الرشيد بقي لم تصوت. شيخ أحمد انتهى وشيخ محمود العكاوي. ما شاء الله ما شاء الله على رأسي والله. الله يبارك فيك. شكرا لك عبد الرازق أشرف صلاح الشهاوي. بقي دكتور محمد أمين. حتى الشيخ بهلول كذلك. أنا عرقت. الشيخ تعب وعرق وانتظركم. تصبب عرقا. الحمد لله. انتهيت يا شيخ محمد. الله يكرمكم يا سيدي. شكرا لك عبد الرازق أشرف صلاح الشهاوي، بارك الله فيك. الله يكرمك.